نقول بسم الله يا شباب. إن شاء الله بإذن الله. عندنا إحنا أخدنا المفترض الدرس الأول، الحصة اللي فاتت أخدناها درس اسمه الحضارة والتاريخ، صح؟ صح يا شباب؟ صح صح وكان المفترض إن إحنا أخدنا بعض من الأسئلة، ونزلت بعض الأسئلة الأخرى، تمام؟ زي واجب أو الكلام ده، وما شاء الله محدش باع، تمام؟ انا مقصود يعني قصدي من كلامي يعني انت بتحاول تستفاد باي حاجه، انت النهارده بتاخد حصه تستفاد بيها، تمام؟ الدرس الثاني النهارده هندرس درس اسمه مصادر الحضاره. مصادر الحضاره، تمام؟ مصادر ايه يا شباب؟ حضارة الحضاره. قال لي خلي بالك ان الدرس ده بيفيدك حتى اساسا في المستوى المهني بعد كده، المستوى العلمي بعد كده. هو مش شرط ان درس علشان تخش فيه امتحان تنجح والكلام ده. امال ايه يا استاذ؟ قال لك لا، ده انت المفترض بتفهم حاجات كتيره في كل المجالات. بالدرس ده لو انت فهمته كويس انت بتفهم حاجات كتيره في كل المجالات. بيقول لي يا استاذ الدرس ده بيقول لي مصادر دراسه الحضاره. يعني ايه يا استاذ؟ يعني انا لو مدرس او طالب او دكتور جامعي او اي شخص، تمام؟ ابعتيه على يا هنا، ابعتيه على الجروب وكده كده هيتبعت لي، تمام؟ تمام. اللي عايز يرسل الواجب يا شباب يرسله على الجروب، وكده كده الواجبات دي كلها بتتبعت لي، والمفترض ان انا برضو بصححها وبيرسل بيتم ارسال الرد، تمام؟ بيقول لي يا استاذ لو انا هدرس اي حضاره، المفترض الدرس ده بيقول لو انت راجل طالب او مدرس او مؤرخ او اي حاجه وعايز تدرس حضاره، على سبيل المثال مثلا هتدرس الحضاره العراقيه او الحضاره المصريه القديمه، ايوه يا استاذ، هتعمل ايه؟ هتدرسها ازاي؟ اي كلام وخلاص هتقراه؟ قال لي لا لا، دي ليها اصول، دي ليها يا شباب اصول، تمام؟ ليها يا شباب اصول، يعني في اصول في دراسه الحضاره. زي ايه الاصول يا استاذ؟ زي ايه الاصول اللي في دراسه الحضاره؟ قال لك ان انا عندي نوعين من دراسه الحضاره. اول حاجه عندي مصادر اسمها مصادر اوليه. مصادر ايه يا شباب؟ اوليه. تاني حاجه عندي مصادر اسمها مصادر ثانويه. مصادر اوليه لدراسه الحضاره ومصادر ثانويه. انا مش فاهم يعني ايه مصادر اوليه ويعني ايه مصادر ثانويه. قال لي يا استاذ المصادر الاوليه انا عشان ادرس اي حضاره، على سبيل المثال هدرس الحضاره العراقيه، اول حاجه تدرسها، قال لك اول حاجه تبص لها هي الاثار اللي موجوده من الحضاره العراقيه او الحضاره المصريه، تدرس الاثار دي. هنا انت بتدرس الحضاره. طب ليه يا استاذ؟ لانها حاجه موجوده بتثبت 1000000% ان كان في حضاره، صح؟ تاني حاجه يا استاذ بتبص على النقوش اللي موجوده، النقوش دي زمانها قد ايه، قعدت قد ايه، الكلام ده كله. تالت حاجه يا استاذ البرديات اللي وصلنا من الحضاره. رابع حاجه حاجه اسمها الاستراكه وانا هعرفها لك. خامس حاجة نقود ومسكوكات، سادس حاجة كتابات مؤرخين قدماء. مش فاهم. قال لي يا أستاذ بتاخد الكتابات للناس اللي عاصروا الحدث، اللي عاشوا في وقت الحدث، ودي بتبتدي تدرسها فبتقدر تعرف الحضارة. طب يا أستاذ لو أنت ما لقيتش ده كله بقى، لو أنت ما لقيتش ده كله، قال لك وقتها بتخش على حاجة اسمها مصادر ثانوية. مصادر إيه يا شباب؟ ثانوية. إن الناس كتبت عن الحضارة دي بس مش في زمانها. طب هي دي هتبقى أكتر دقة؟ هل المصادر الثانوية هتبقى أكتر دقة؟ لا لا طبعا، لا لا دي المصادر الأولية أكتر دقة. طب يا أستاذ أنا بلجأ لها ليه المصادر الثانوية دي؟ أنا بدرسها ليه؟ قال لك علشان أنت ممكن تلاقي أثر ما بقاش موجود. زي إيه مثلا؟ زي مكتبة الإسكندرية القديمة، لا ليها أثر ولا ليها نقوش ولا ليها برديات ولا ليها استراقه ولا ليها نقود ومسكوكات ولا ليها كتابات مؤرخين قدماء. فهنا بضطر ادرسها عن طريق المصادر السنويه، صح؟ صح يا شباب؟ ايوه مس ما مش لاقي ان انا ادرسها مصادر اوليه. طب بس خد بالك وانت من جواك انت عارف انها غير دقيقه، انها ايه؟ غير دقيقة غير دقيقة دقيقه. طب ايه الفرق ما بين المصادر الاوليه والمصادر الثانويه او يشبهوا البعض في ايه؟ اول حاجه الاثنين من صنع الانسان، صح؟ ايوه المصادر الاوليه والثانويه اثنين صنع الانسان، وان الاثنين مصدر توثيق معلومات.
وان الاثنين بدونهم يصعب التوصل لحقائق تاريخيه ودراستها. قال لي طب نمسك بقى واحده واحده المصادر الاوليه زي الاثار كده. قال لي يا استاذ المصادر الاوليه دي يقصد كل ما كتب او نقش وينتمي لزمن وقوع الحدث. يعني ده اتعمل في زمن وقوع الحدث، ده اتكتب في زمن وقوع الحدث، ده اتناقشت الاثار اتناقشت في زمن وقوع الحدث، دي اسمها مصدر اولي. اسمها مصدر ايه؟ اولي. خد بالك المصدر الاولي دقيق. المصدر الاولي يا شباب دقيق. دقيق. دقيق ازاي يا استاذ؟ انا هدرس الحضاره المصريه القديمه عن طريق الاهرامات، هو حد يقدر يقول لي حاجه؟ ما هو قصادي صح؟ ايوه مش عاجبك مش مصدق، ما هو الاهرامات قصادك اهي. انا هدرس مثلا ابو الهول، ما هو قصادك اهو. تمام؟ انا هدرس النقوش، هدرس حاجات معينه عن الحضاره المصريه القديمه اهي يا استاذ. خد بالك بقى. طب انت كده راجل فاهم وواعي. النهارده يا استاذ يرجع لك يجي لك طالب يقول لك ايه؟ او يجي لك حد يقول لك على فكره الحضاره المصريه العراقيه اقدم من الحضاره المصريه القديمه، صح؟ الكلام ده انت بتسمعه كتير، حصل؟ أيوة. تقول لا لا، تقول استنى. لدراسه الحضارات حاجتين، مصادر اوليه ومصادر ثانويه. وريني الاثار اللي عندك الاقدم مني، صح؟ أيوة. او وريني النقوش اللي موجوده عندك تكون اقدم مني، او بردياتك او استراك عندك او نقود ومسكوكات لو موجوده اقدم من زمني. تمام؟ او كتابات المؤرخين القدماء اللي عندي لو اقدم مني ماشي، تبقى انت حضارتك اقدم. لكن انا كحضاره مصريه قديمه عندي اثار ونقوش ممتده ل 7000 سنه، وانت جاي تقول لي اول حاجه اتكتبت عندك 2300 قبل الميلاد، يعني من 4300 سنه، جاي تقول لي ان انا اقدم؟ هنا بقى ايه؟ طبعا دارسين للحضاره ما يقدرش يقول لك كده، الدارسين للتاريخ ما يقدرش يقول لك وخلاص، الموضوع مش جذاب، مش زي ما تقول وخلاص. تمام؟ فعرفت ازاي ان انت بانك تبقى فاهم يعني ايه مصادر دراسه الحضارات، وانك تبقى فاهمها انك بتقدر ترد تاريخيا على اي حد. خد بالك الكلام ده مش بس في التاريخ، ما الكلام ده يا استاذ برضه عندي في الدين. ايه يا استاذ؟ قال لي اه، ما انا برضه انا عندي تفسير القران، ما هو ليه اصول، الاحاديث ليه اساليب اسمها اساليب تخريج، مش وخلاص يا شباب. تمام؟ يعني ايه يا استاذ مثلا في الحديث؟ الحديث مثلا الحديث عن الرسول يشبه دراسه الحضارات كده، بمعنى يقول لك ايه؟ لازم يبقى الحديث مثلا يوافق العقل، لا يخالف نص قراني، صح؟ يتماشى مع المنطق. تمام؟ مثلا العنعنة لازم يبقى الناس كلها صفاتها كويسة اللي بتقول الحديث. فكل ده دي أساليب تخريج، أنا ما ينفعش أبقى مختص في حاجة وأتكلم في أي شيء، تمام؟ زي ما بيحصل دلوقتي. طيب أول حاجة بندرسها يا أستاذ، أهم ما يميز المصادر الأولية، المصادر الأولية دي أهم ما يميزها أكثر دقة، دقيقة جدا، لأنها معاصرة للحدث، لأنها معاصرة يا شباب للحدث. أول نوع منها قلنا الآثار. تعد المصدر الأساسي لدراسة الحضارات، تعد يا شباب الآثار ده المصدر الأساسي لدراسة الحضارات. أهم مصدر لدراسة أي حضارة هي الآثار الموجودة بتاعتها. هي جميع البقايا الأثرية القائمة. القائمة يعني اللي فوق الأرض، اللي مبنية فوق الأرض، زي الأهرامات، زي المعابد. والآثار التي يتم العثور عليها أثناء الحفر، زي التماثيل والمومياوات والتمائم. التمائم ده حاجات دينية كانوا بيعملوها المصريين القدماء، زي تمثال إمنحتب الثالث وزوجته، زي صورة المومياء، زي تميمة مثلا، أي تميمة دينية. دي حاجات بنتحصل عليها أو بنلاقيها تحت الأرض. يبقى هو أي أثر فوق الأرض أو أي أثر تحت الأرض ده أهم مصدر لدراسة الحضارة. تاني حاجة يا أستاذ قال النقوش. لا ونركز كويس أوي في موضوع النقوش ده. شوف النقوش، قال لي هي الرسوم والكتابات المدونة على مواد من الحجر، الرخام، الخشب، الصلصال والمعادن، خاصة البرونز. تنقسم لنوعين. أول حاجة نقوش غائرة. نقوش يا شباب غائرة غائرة، غائرة يعني إيه نقوش أرضو غائرة؟ يعني أنا يا أستاذ زي كأنك مسكت مسمار كده وجيتها في الحجر وكتبت بالمسمار كده. تمام؟
يبقى حفرت جوه الحجر، فده اسمه نقوش ايه؟ غائره. وعندي نقوش بارزه، هو انت نحت في الحجر علشان تبرز رسمه معينه. يبقى انا عندي نوعين من النقوش، نقوش ايه؟ غائره، ونقوش يا شباب غائرة ونقوش بارزه. بارزة. ونقوش بارزه. قال طب النقوش الغائره زي حجر اسمه حجر باليرمو. حجر اسمه حجر ايه؟ باليرمو. النقوش الغائره زي حجر ايه؟ بلرم حجر بلرم باليرمو. ايه حجر باليرمو؟ ايه حجر باليرمو ده يا استاذ؟ قال لي حجر باليرمو ده يا استاذ ده المفترض حجر سميناه باليرمو لان موجود في مدينه اسمها مدينه باليرمو في ايطاليا. تمام؟ ده ماله يا استاذ الحجر ده؟ قال لي دي لوحه كبيره من حجر الديورايت الاسود يبلغ طولها حوالي مترين، عثر عليها في مدينه مان. تمام؟ في اسماء جميع من حكموا مصر منذ عصر ما قبل الاسرات حتى ثالث ملوك الاسره الخمسه. اهم الاحداث التاريخيه زي الحروب واقامه المعابد واقامه التماثيل الكبيره ذات الاهميه الخاصه. تمام يا شباب؟ تمام؟ تمام يا مستر. تمام ايه؟ ده انا ما شرحتش كلمه. ده انا قريتها زي ما هي. تعالى لي هنا. بيقول لي يا استاذ حجر باليرمو ده ماله؟ اسماء جميع من حكموا مصر منذ عصر ما قبل الاسرات حتى ثالث ملوك الاسره الخمسه. معنى كده يا استاذ لو انا هدرس الملك زوسر مؤسس الاسره الثالثه هرجع لايه؟ هرجع حجر لحجر بلرم باليرمو. صح؟ لان انا بيدرس عندي لحد ثالث ملوك الاسره الخامسه. حصل؟ لو ايوه انا يا استاذ هدرس رحله الملك سنفرو لجلب خشب الارز في عصر الاسره الرابعه هرجع لايه؟ حجر بلرم حجر باليرمو. حجر بلرم لو انا هدرس يا استاذ تمثال الملك خفرع في الاسره الرابعه هرجع لايه؟ حجر بلير لو حجر انا بلير هدرس ملك من ملوك الاسره الثانيه هرجع لايه؟ حجر بلير لو انا هدرس يا استاذ ملوك الاسره الاولى هرجع لايه؟ حجر حجر بلير. حجر هتنسى اسمك ده ما يهمنيش، وتفتكر له ان حجر باليرمو ده طبيعي هيجي لك سؤال في الامتحان، ده امر واضح. حجر باليرمو ده بيدرس عصر ما قبل الاسرات حتى ثالث ملوك الاسره الخامسه. حتى يا شباب ثالث ثالث ملوك ملوك الاسره الخامسه. اي حدث، اي حدث في العصر ده هو يدرسه مين؟ ملوك الأسرة الخمسة يدرسه حجر باليرمو. اي ملك او اي حدث حصل في الفتره الزمنيه دي من عصر ما قبل الاسرات حتى ثالث ملوك الاسره الخمسه يبقى تقول ده بيدرسوا حجر باليرمو. كويس كده؟ تمام يا مستر. كويس يا استاذ. قال لي بعد كده انا عندي النقوش البارزه يا استاذ صلايه الملك نعرمر مينا، يعني لوحه الملك نعرمر. لوحه الملك نعرمر دي يا استاذ دي لوحه من حجر الشيست الاخضر، هي ترجع للاسره الاولى. ترجع للاسره ايه؟ الاولى، الأولى 3200 قبل الميلاد. دي اسمها الوحدة الثانية. مصر كان فيها وحدة 4-2-4-2، بعد كده فشلت الوحدة دي وانقسمت مصر لإقليمين، ثم جه الملك مينا وحد القطرين وهو اللي عمل الأسرة وسماها الأسرة الأولى، بس وحد مصر لتاني مرة. صح؟ فتسمى الوحدة الثانية في الأسرة الأولى. صح؟ صح تمام. قال لي يا أستاذ ده كل اللي ركزوا معايا، كل اللي بتدرسه صلاية نعرمر ده حدث تاريخي واحد وهو الوحدة. يعني بتدرس عصر ملك واحد وعصر الملك مينا وتوحيد مصر بس، ما بتدرسش أي حاجة تاني. قال لي يا أستاذ فيها رسومات بارزة من الأمام والخلف تشمل صورة الملك وهو بيضرب الأعداء. إيه ده؟ صورة الملك مينا وهو يضرب الأعداء؟ أه يا أستاذ. طب هو الملك مينا بيضرب الأعداء بأسلحة ولا بأساتك والبان؟ أكيد بأسلحة يا أستاذ. إذا يا أستاذ لدراسة الأسلحة في مصر القديمة هرجع لصلاية نعرمر. صح؟ أيوة. لدراسة الأسلحة في مصر القديمة هرجع ليها يا شباب؟ لصلاية الملك نعرمر. أرمل. قال لي كمان يا أستاذ وفيها مناظر للجنود وأشكال زخرفية ورمزية. أه لدراسة الفن في مصر القديمة هرجع لصلاية نعرمر. صح؟ صح تمام؟ يبقى خد بالك
الاثنين حجر باليرمو وسلاية معمر، الاثنين بيدرسوا الوحدة، صح؟ وحدة مصر، حصل؟ صح. تمام. ولكن سلاية معمر دي بتدرس الحدث ده بس، اما حجر باليرمو بيدرس من عصر ما قبل الاسرات حتى تالت ملوك الاسره الخمسه. تمام. طيب السؤال تمام. الذكي لطالب ذكي وطالب بيفهم بس يقول، يفهم يركز في السؤال وبعد كده يجاوب. حلو. لو انا سالتك ببساطه وقلت لك انهي الاقدم، صلاه الملك معمر ولا حجر باليرمو؟ سلايس الملك نعمر، حجر ملك نعم. باليرمو، حجر باليرمو، حجر باليرمو، حجر باليرمو، طيب مين اللي قال حجر صلاة الملك باليرمو، حجر معمر؟ باليرمو، أنا حجر جوزي. باليرمو، مين اللي قال أنا؟ يا عم رزان. جوزي، عبد الله، أنت اللي قلت عبد لا الله؟ أنا، لا رجعت ثاني حجر باليرمو، لأن هو استخدم في الحروب وفتح مين؟ المعابد، جودي بس اللي كانت قالت صلاة أهم. معمر؟ حد مع جودي تاني يا شباب؟ طيب لا الإجابة الصحيحة هي جودي طبعا. والله الملك نعمر، طبعا هي الأقدم وليس حجر باليرم. طيب يا أستاذ ببساطة فهمها لي إزاي؟ أنا مش بقول لك إن حجر باليرم ده بيدرس عصر ما قبل الأسرات حتى تالت ملوك الأسرة الخمسة. ايوه طب يالا انت وهي، يعني هل حجر باليرمو ده كان بيتنبأ بالأحداث ويكتبها الأول، ولا الطبيعة اتكتب في الأسرة الخمسة؟ كتب في كده الأسرة الخمسة. الطبيعة إنه اتكتب في الأسرة الخمسة، إن أحداث حصلت بعد كده، بعد كده أرخوها، صح؟ أي لكن صح. مستحيل يكونوا كتبوها قبل ما تحدث، حصل؟ حتى يبقى هنا حجر باليرم هو الأقدم، هو الأقدم لأن اتكتب ده في الأسرة الأولى، ده طبيعي أكيد، والحدث ده بس. تمام. يبقى تاني تمام. لما أجي أسألك وأقول لك يا أستاذ لدراسة ملوك الأسرة الثالثة هتقول لي إيه؟ حجر حجر بلان. باليرم. طيب يا أستاذ لو قلنا لدراسة مثلا معابد الشمس في أوائل ملوك الأسرة الخمسة، حجر بلان. حجر باليرم. يا أستاذ لدراسة الأسرة الأولى، حجر بلان. الملك ملك نعمر. لا دراسة الأسرة الأولى حجر باليرمو بس. طب ليه مدرسة الملك نعمر؟ ركزوا معايا، الأسرة بتتكون من الملك مينا وملوك بعده، صح؟ صح. صح. طب هو حجر بلي حجر صلاية نعمر دي درست حدث في عصر الملك مينا بس، تمام؟ يبقى دراسة الأسرة تمام. الأولى كلها حجر باليرمو، أما صلاية نعمر دي درست حدث واحد، وهو حدث إيه؟ الوحدة الثانية، صح يا شباب؟ صح. تمام. يبقى أنا عندي يا أستاذ النقوش، عندي نقوش غائرة حجر باليرمو، نقوش بارزة زي صلاية الملك معمر، قلنا حجر باليرمو دي لوحة كبيرة من حجر الديوريت الأسود يبلغ طولها حوالي مترين، عثر عليها في مدينة منف. اللي يهمني هو بيدرس إيه؟ أسماء جميع من حكموا مصر منذ عصر ما قبل الأسرات وحتى ثالث ملوك الأسرة الخمسة، أهم الأحداث التاريخية حروب إقامة معابد، يعني المعابد كلها اللي هي ما قبل الأسرة الخمسة كلها حجر باليرم، إقامة الملك خافنع. طب تمثال أبو الهول يا أستاذ ده لو أنا هدرسه هرجع لإيه؟ لو أنا هدرس تمثال أبو الهول في الأسرة الرابعة هرجع لإيه؟ حجر حجر بالارمو. باليرمو. لا ارجع للاثار بقى لانه موجود، صح انت ايوه بتزولنا كده، مصطفى. ارجع لدراسه الاثار بقى لان هو موجود، ما طالما موجود وقائم يبقى اثر، صح؟ ايوه يبقى تمام. هرجع له انا كاثر، مش هرجع له انا كايه بقى، كدراسه، كدراسه نقوش. تمام. تمام يا شباب. طيب يا استاذ صلاه الملك معمر قلنا فيها رسومات بارزه، يعني لما اجي هدرس الناحيه العسكريه لمصر القديمه ارجع لمين؟ لصلاه الملك نعرم. تمام.
اشكال زخرفيه يا استاذ ورمزيه. طب اشكال زخرفيه ورمزيه يعني يا استاذ، لو هدرس فنون تمام للاسره الاولى هرجع لسلايه الملك نعرمر، هرجع لسلايه الملك نعرمر تمام. قال لي يا استاذ ثالث حاجه من دراسه الحضارات هي البرديات. دراسه الحضارات هي ايه؟ البرديات. قال لي البرديات دي ماده وثائقيه مكتوبه على لفائف من الورق مصنوعه من نبات البرد، كانوا بيصنعوا البرديات دي من نبات بردي، هي مصدر خصب لكثير من جوانب الحضاره المختلفه. معلش معلش، هو نبات البرد ده بيطلع فين؟ على ضفاف نهر النيل صح؟ اه صح يا شباب؟ لما يجي يقول لك، ركزوا معايا، لما يجي يقول لك من مصادر دراسه الحضاره اساس نهر النيل تقول لي البرديات صح؟ لان هي البرد، الورق البرد ده يا استاذ اساس، او نبات البرد اساسا بيطلع على ضفاف نهر النيل، لولا وجود نهر النيل لولا صنعوا برديات. يبقى يا استاذ من اساسيات او من مصادر دراسه الحضاره اساس نهر النيل هتقول لي البرديات. من امثلتها يا استاذ برديه اسمها برديه ابرز في مجال الطب، برديه اسمها برديه ابرز في مجال يا شباب الطب. ترجع اهميتها الى انها اقدم مخطوطه علميه محفوظه قدمتها الحضاره المصريه. تعد مرجعا مهما للامراض الباطنه، امراض الباطنه مش امراض البطن، مش الامراض اللي بتبقى في البطن، امراض الباطنه هي الامراض المخفيه تمام، عشان احنا عندنا خلط في المعلومه. لما يجي يقول لك ده دكتور باطني، دكتور باطني مش عشان بيكشف على البطن بس، لا اسمها دكتور للامراض المخفيه داخل البطن تمام، امراض الباطنه والعيون والجلد والاطراف والنساء وبعض الجراحات تمام. يعني يا استاذ لما يجي يقول لك لدراسه تخصصات العلميه ارجع للبرديات صح تمام. طب يا استاذ البرديات دي بتعرفنا ايه؟ بتعرفنا تقدم المصريين اللي في الصناعه والطب، الشيء كصنع برديات اصلا صناعه، ايوه يبقى البرديات بتعرفنا تقدم المصريين في الصناعه وفي الطب. قال لي كمان تتضمن بعض المصطلحات الخاصه بالتشريح الفسيولوجي والعلاج، بتقدم لي تشريح فسيولوجي وعلاج. بس هي مشكله، لها مشكله، ليها ميزه وليها مشكله. ايه ميزتها؟ قال لي البرديات مصدرها الوحيد في العالم كله كان مصر، مصر القديمه هي الوحيده اللي كان عندها برديات. فاذا يا استاذ، وكانت مصر بتصدرها لكل دول العالم. لما يجي يقول لك من مصادر دراسه الحضاره تخطت العالميه هتقول له البرديات، لان يعني مصر كانت بتصدرها لكل العالم. من مصادر دراسه الحضاره التي تخطت العالميه هتقول ايه؟ البرديات، لان مصر كانت بتصدرها لكل العالم، مصر الوحيده اللي كانت بتصنع ورق برد في العالم كله تمام يا استاذ. بس كان عندها مشكله كبيره. ايه هي يا استاذ؟ قال لك ان البرديات دي كانت غاليه جدا. البرديات دي مالها؟ كانت كانت غالية غاليه جدا. لا البرديات ده انت مش واخد بالك من حاجه. ايه يا استاذ؟ قال لي كده يبقى يقتصر فقط على طبقه الاغنياء، حصل بسبب تمام انها غاليه جدا صح. بيتقتصر فقط يا استاذ على الطبقه الغنيه اه، والناس المتقدمين جدا علميا والملوك، اما عامه الشعب والطبقه الوسطى لا، ما تدرس، ما مش هتكتب في برديات. انا النهارده اعلم ابني في برديه؟ من مستحيل. طب امال طب نعمل ايه يا استاذ؟ قال لك المصريين القدماء اخترعوا حاجه اسمها الاستراقه. اخترعوا حاجه اسمها ايه؟ الاشتراك الاشتراك ايه يا استاذ الاستراقه دي؟ قال لي دي شقفات من الفخار. الفخار اه فخار. قال لي الفخار ده عباره عن طين، عباره عن طين بيحطوه يسخن، بيشكلوا زي ما هم عاوزين ويسخن في فرن يا استاذ يبقى فخار تمام اه. القطع بتاعته لما يتكسر الفخار ده بيسموها شقفات. بيسموها يا شباب شقفات 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 من الفخار. لحد الان احنا عندنا في الصعيد بنقول عليها لما نيجي نمسك حجر صغير كده او حته كسره حجر نقول عليها شقفه، يقول لها شقفه حجر، يعني كسرات من الفخار.
هنا كان المصريين القدماء بيعلموا اولادهم على ثقافات الفخار دي اللي اسمها ايه؟ الاستراكه، اللي اسمها ايه؟ الاستراكه. طب يا استاذ، ما انت خد بالك، ما ثقافات الفخار دي، ما هو الفخار ده برضه مصنوع من طين اللي هو طمي النيل، صح؟ يبقى المصدر صح. الثاني لدراسه الحضارات اساسه نهر النيل، هتقول لي الاستراكه، صح؟ صح يا استاذ. طب ليه المصريين القدماء لجأوا للاستراكه؟ بسبب غلاء البرديات، صح؟ يبقى هيجي سؤال يقول لك ايه؟ لكل مشكله حل، عباره طبقها المصريين القدماء على البرديات لا الاستراكه بقى، على الاستراق. على الاستراكه بقى، لانه ايه؟ حلوا مشكله غلاء البرديات، صح؟ بانهم استخدموا ايه؟ بانهم استخدموا الاستراكه. يبقى الاستراكه دي يا استاذ يجي يقول لي لكل مشكله حل، عباره طبقها المصريين القدماء باستخدامهم، اقول الاستراك، هم استخدموا ايه؟ الاستراك. الاشتراك حلوا مشكله ايه؟ غلاء البرديات. حلوا مشكله ايه؟ غلاء غلاء البرديات. البرديات. قال لي كسرات الفخار والاحجار المكتوبه عليها وتسمى شق. طب معلش في السؤال، هي يا استاذ الاستراكه كانت للطبقه ايه؟ الوسطى والفقير. الوسطى الوسطى والعامة. الفقيرة والوسطى، بالظبط، الطبقة للفقيرة والطبقة الوسطى. إذا يا أستاذ، المصدر من مصادر دراسة الحضارة كان يستخدمها الطبقة الفقيرة والوسطى أو طبقة العامة، هتقول للأستراك. قال لي يا أستاذ استخدمت في إيه؟ تحرير الإصالات والخطابات والتدريب على الكتابة. يعني استخدمت يا أستاذ في النواحي الاجتماعية، صح؟ استخدمت في إيه؟ في النواحي الاجتماعية. بمعنى ايه يا استاذ؟ يعني ايه تحرير الاصالات؟ ابسطها لك، ناخد يعني عندنا مثلا رغد ياسر، ازيك يا رغد؟ الحمد لله. كانت المعاملة زمان يا شباب في مصر القديمة بالمقايضة، المعاملة بالمقايضة، يعني تديني حاجة تاخد حاجة. فأنا دلوقتي رغد ياسر عندها قمح، فانا بقول لها يا رغد اديني مثلا شويه قمح، تمام، شويه القمح، وانا ادولك في موسم الحصاد الجاي. فرغد قالت لي طب خلاص اكتب لي ايصال اضمن بيه ان انت اخذت مني شويه القمح. هل هنكتب انا ورغد على برديات قد ثمن شويه القمح مرتين؟ لا يا استاذ، لازم حاجه تكون رخيصه. فهنا اخترعوا الاستراك عشان يكتبوا الايصالات لبعض، تمام. يبقى اذا يا استاذ استخدمت الاستراكه في الحياه ايه؟ المتوسطة دي الاجتماعيه، صح؟ في تعليم الابناء كمان استخدموا الاستراكه يا استاذ، استخدموا الاستراكه، تمام، في الحياه الاقتصاديه في البيع والشراء، تمام. يبقى لكل مشكله حل، عباره طبقها المصريين في استخدامهم للاستراكه، تمام. الاستراكه يا استاذ مصدرها الاساسي نهر النيل، لانها اساسا شقفات من الفخار، تمام. كانت تستخدم في العمليه الكتابيه للطبقه الفقيره او طبقه العام، تستخدم للحياه الاجتماعيه، صح. يبقى احنا اخذنا الاثار، اخذنا النقوش، قلنا نقوش غائره ونقوش بارزه، اخذنا البرديات، اخذنا الاستراكه، صح. صح. بعد كده يا أستاذ النقود والمسكوكات، النقود والمسكوكات، النقود والمسكوكات قاعدة تمشي عليها. لسه المستر قايل لك إن مصر القديمة كانت بتتعامل بالمقايضة، صح؟ يعني صح. مصر القديمة ما كانش فيها نقود ومسكوكات، صح؟ يعني أنا يا أستاذ لما هاجي أدرس الحضارة المصرية القديمة مستحيل أدرسها عن طريق نقود ومسكوكات، ما هو ما كانش فيه، صح؟ يبقى هيجي يقول لك من المصادر الأولية الذي لا يدرس الحضارة المصرية القديمة، تقول له إيه؟ النقود والمسكوكات. ما بتدرس إيه؟ الحضارة المصرية القديمة، أقسم بالله بتنسوها. تاني بتتنسي، بتتمحي.
لو انا هدرس الحضاره المصريه القديمه ماليش علاقه بالنقود والمسفوكات نهائي. مصر القديمه ما كانش فيها نقود ومسفوكات، مصر القديمه ما كانش فيها نقود ومسفوكات، مصر القديمه ما تعاملوش بالنقود نهائي. يبقى من مصادر طيب دراسه الحضاره التي يخرج عنها دراسه الحضاره المصريه القديمه، هقول له ايه؟ النقود النقود والمسكوكات. والمسكوكات. مش هدرس بقى الحضاره المصريه القديمه، مصر ما كانش فيها دروس، ما كانش فيها فلوس، ما بيتعاملوش بنقود. تمام؟ قال لي يا استاذ هي النقود والمسكوكات، اي حضاره تانية هدرسها عن طريق النقود والمسكوكات ما عدا الحضاره المصريه القديمه. قال لي تعتبر النقود والمسكوكات ماده مؤرخه يمكن من خلالها تحديد العصور التاريخيه، حياه اقتصاديه، احداث سياسيه، ملوك وحكام. مش فاهم. واحده واحده. معاك العمله صح؟ معانا العمله. تمام؟ تمام يا استاذ. قال لي العمله دي لو من ذهب كده اقدر ادرس الحياه الاقتصاديه صح؟ صح تمام. تمام؟ يا استاذ يبقى خد بالك لما يجي يقول لك لدراسه الحياه الاقتصاديه للحضاره هتقول له من الماده المصنوع منها العمله صح؟ مصنوعه من نحاس حضاره فقيره. طب مصنوعه من ذهب حضاره غنيه صح؟ يبقى الماده المصنوع منها العمله بيعرفني الحياه ايه؟ الاقتصادية الاقتصاديه. تمام يا استاذ. قال لي الاحداث السياسيه للعمله دي من خلال الكتابات اللي موجوده على العمله، يعني النهارده كاتب لك مثلا كتابات لعمله مثلا بريطانيه كاتب لي عليها 2017 معايا يا شباب سامعني؟ تمام. كده عرفت الاحداث السياسيه من خلال الكتابات والنقوش اللي موجوده عن العمله. طيب يا استاذ معروف زمن الملوك والحكام، الحياه السياسيه يا استاذ او زمن الملوك والحكام اعرفه من الصور اللي مرسومه على العمله. انا رسم لي مثلا صوره للملكه اليزابيث، خلاص انا عارف انها مسكت مثلا بريطانيا من سنه كذا لكذا صح؟ صح. يبقى خد بالك لدراسة الحياة الاقتصادية المادة المصنوع منها العملة. تمام؟ تمام. لدراسة الحياة يا أستاذ السياسية، لدراسة الحياة السياسية النقوش والكتابات اللي مدونة على العملة، لمعرفة الملوك والحكام الصور اللي موجودة على العملة. صعبة؟ تمام. صعبة. هنا تاني بيقول لك هنا إيه؟ غير لم بس يكن حاضر يعني. لم يكن صك العملة معروفا في العصر الفرعوني، مصر الفرعونية ما كانش فيها عملة، علشان كده مش هدرس الحضارة المصرية عن طريق نقود ومسكوكات. اتفضل يا أحمد سؤالك. ما مستر توت عم خلونا مستر موضوع الجنيه لحد دلوقتي ما تكلمناش. مكتوب في مكتوب سنة كام؟ على الجنيه. والله مستر الجنيه مكتوب 2024 يعني قول لي بقى لما يبقى مكتوب 2024 على جنيه مرسوم عليه توت عنخ آمون، يعني ما مش محتاجه بقى يعني فاهم، الا انا ايه ممكن مستر ان انا لو شتمتك كواحد هاخد حسنه بقى يعني صح؟ يا ابني خلينا صح نكمل الحصه، انت يا ابني ابعد عني يا ابني. نكمل يا شباب. 2024 ايه اللي هيجيبنا عن توت عنخ آمون يا عم احمد؟ تمام؟ ممكن خلي مستر واحد بالكو عبيط زيي يعني برضو ممكن يفكر معلومه يدفع. معلومه معلومه، التاريخ بتاع الترم ده شيق جدا. التاريخ بتاع الترم ده كويس جدا. انت نفسك اصلا وانت بتدرسه، يعني خاصة الوحدة الثانية، هتلاقي نفسك ان انت عايز تسمع معلومات اكتر، انت عايز تعرف حاجات اكتر. تمام؟ فخده على سبيل المتعة. ما تاخدوش التاريخ على سبيل الدراسة فقط يا شباب. يعني انا عارف ان في معظمكم او كتير منكم ده هيدخل علم صح، فيقول لك طب أيوه انا عايز ماده التاريخ ديت اللي هو انا انجح بيها. لا تبقى غلطان. على فكره التاريخ ده اساس العلوم. تمام؟ انت النهارده لو هتعرف الحاجات او الدراسه بتاعتك اللي فيها اساسيات الدراسه خاصه السنه دي، بالنسبه لك ده هينفعك في الحياه فيما بعد. على فكره مش كل متعلم مثقف، يعني مش كل طبيب تلاقيه موجود او مهندس ده مثقف صح؟ يا حبذا لو لقيت دكتور او مهندس ومثقف، فايه اللي يمنعك؟ حصل؟
تمام. تمام فانت خده يعني، خد التاريخ على انها حاجه شيقه، انا حاجه انا حابب ان انا ادرسها، حابب ان انا اسمعها. تمام. طبعا انت هتلاقي بما انها حصه تجريبيه فانا ما بدخلكش قصص كتير دلوقتي، لكن طبعا في مجال الشرح وبيبقى عندنا وقت فبقدر ادخل لك انا قصص كتير جدا، حاجات كتير انت ما بتبقاش عارفها فبعرفها لك. تمام. قال لي بعد كده يا استاذ، سادس حاجه عندنا كتابات المؤرخين القدماء. كتابات المؤرخين القدماء بمعنى بسيط ان ده راجل قديم كان مع معاصر الحدث، يعني موجود في زمن الحدث، موجود فيها يا شباب في في زمن الزمن خالص. الحدث، فعشان كده بنقول عليه مصدر اولي لان ده عاصر الاحداث. قال لي زي واحد اسمه مانيتون السمنودي. مانيتون ده مؤرخ مصري، اول مؤرخ مصري كتب تاريخ مصر، هو اللي عمل لنا الاسرات الفرعونيه، هو اللي قال ان الاسرات الفرعونيه تتكون من 30 اسره، ده اول مؤرخ مصري، ده كان عايش في العصر الفرعوني وكتب تاريخ مصر. تمام. تاني مؤرخ عندنا اسمه هيرودوت، مؤرخ اغريقي زار مصر وكتب عنها في كتابه تمحيص الاخبار، ده مؤرخ كان في حضارة الإغريق زار مصر، شاف مصر وكتب عنها.